الناس تشرب المحيط زميلتكم هون. The software developer fast learner researcher مثلا. وبحب الاشياء الجديده وبحب شو بيطلع اشياء جديده وبنبش فوت على اي اي وبنبش هكذا. فبنحاول نحن نعمل يعني اذا بدكم يعني شويه هيدي حاضرينها من قبل طبعا بننبش على الاشياء بشخصيتنا اللي هي بتناسب هيدي الوظيفه وبنقول لهم اياها وهذا الشيء بنكون حافظينه نحن قبل وهذا الشيء بيتغير من بوزيشن لبوزيشن ثانيه. اذا انا مقدم على اكاونتنت غير مقدم على ادمنستريتف يعني ممكن واحد يقدم على اكاونتنت وبعد جمعه يكون عنده مقابله ثانيه على ادمنستريتف بوزيشن اللي بده يقوله باول مره غير اللي بيقوله ثاني مره بده يحاول ينقي بثاني مره الاشياء اللي بتناسب البوزيشن الثاني. اهم شيء ما نحكي ونطول لانه الاتش ار بيزهق واذا قطشنا ممكن يروح علينا معلومات مو كنا بدنا نحكيها. اهم شيء اكيد نستخدم كي ووردز مثل ما قلنا نكون متواضعين ما كثير نحكي طبعا اذا حكينا اذا حس الاتش ار انه احنا عم نعمل شو اوف عم نحاول نشوف حالنا ببعض الشغلات هذا الشيء بيعمل عامل سلبي مش عامل ايجابي. هلا في ستارت تكنيكس وقت نحكي عن نفترض في عندي انا اشتغلت مثلا سنتين كاكونتنت بشركه معينه. هدول السنتين اشرح لي عنه بقول لك الاتش ار اشرح لي اكثر انت شو اشتغلت بهدول السنتين مثل ما حكينا ما بدي احكي انه انا كنت اعمل لجر وقيود محاسبيه وفي من النوم الساعه 8 الصبح وبنزل بدق الباب الساعه 8 ونص بيفتحوا لي فوت بلش اعمل قيود محاسبيه ما بده يسمع هذا الاتش ار. الاتش ار بده يسمع انا شو عملت اتشيفمنت انا شو عملت اتشيفمنت. اذا حكيت له الشغله هيك معناها مثلي مثل اي كانت الثاني عادي احنا هون بنكون محضرين بعض الاتشيفمنتس اللي عملناها بالبوزيشنز السابقه وبنحكيها. هلا هون عم يحكي هو اكثر عن البيهيفيرال كويستشنز وهيدي اللي حنحكي عنها يعني سريعا هلا يعني ما بعرف اذا الساعه 12 في ناس بدها تمشي على صفوفها واللي بيبقى ممكن نحكي عنها اكثر كيو ان ايز. البيهيفيرال كويستشنز هن الاسئله اللي بيستخدمها الاتش ار ليعرف اكثر اذا السكيلز هيدي متاحه عند الكانديديت ولا لا. يعني على سبيل المثال اذا بدي اعرف اذا عنده مثلا نيغوشيشن سكيلز بيطرح عليه سؤال او سؤالين او ثلاثه. افترضنا انت رحت لعند كاستمر وقلت له انا بدي بيعك افترضنا برودكت معين وما قبل يشتري كيف بتتصرف في هذه الحاله؟ او افترضنا انت كنت موجود مثلا بمعرض وعندك ستاند بدك تبيع فيه برودكتس وفي حواليك ستاندات شو ممكن انت تعمل لتجذب الكاستمرز اكثر من الثاني؟ هيدي الاسئله بيسالها الاتش ار ليشوف اذا انت عندك كمان سيلينج تكنيكس. فهو بينبش على السكيلز اللي هو عايزهم بهيدي البوزيشن وبحط على كل سكيلز بين سؤالين او ثلاثه اللي هن بهيدول سكيلز. وهدول كيف بنجاوب عليهم؟ بنجاوب عليهم بالطريقه التاليه، اول شيء نحن لازم نعرف شو هن الاسئله اللي ممكن تنسال من قبل ما نجي عند المحضر. والسؤال كيف بدنا نعرف؟ اسهل طريقه اليوم في حدا منكم ما بيستخدم اي اي؟ في حدا ما اشتغل اي اي قبل مره؟ طيب فينا نفوت على الاي اي نحط الجوب ديسكريبشن الموجود. معلش حنطلع ليفل شوي صغيره بس هيدي المعلومه يعني مفيده لكم ان شاء الله. بنحط الجوب ديسكريبشن اللي هو عارضه على الويب سايت تبعه او على الفيسبوك او على الانستغرام. بعد ما نحط الجوب ديسكريبشن بنقول له بليز بروفايد كومن كويستشن كومن بيهيفيرال كويستشنز اند بيست انسرز. طبعا وقت نحن نشتغل مع الاي اي ما بدنا نقدر نعمل كوبي وباست لكن الاي اي حيعطيني على الاقل عدد من الاسئله ممكن تنطرح بناء للجوب ديسكربشن المحطوط اللي هي بيلحق سكيلز وبيلحق الموجودين بالجوب ديسكربشن اللي انا حطيت له. بيطلع في عندي مجموعه من الاسئله اللي انا متوقعها طبعا ما في شيء يعني افيرمتيف ما انه 100% لكن بيطلع عندي مجموعه من الاسئله اللي انا متوقعها وعلى اساسه بحضر هذه الاسئله فيني احضرها عن طريق ستار تكنيك. ستار تكنيك
بشرح اكثر شو السيتويشن والتاسك اللي كنت انا امامه، يعني شو المشكله او المعضله اللي بيطرحها علي الاتش ار، شو عملت انا لعالجت هيدي المشكله، وشو الريزلتس اللي انا حصلت عليهم بالاخير. هذا الموضوع اكيد موضوع طويل، ومجموعه الاسئله ممكن تنطرح مجموعه كثير كبيره ما حفينا نفوت فيها كلها، لكن كل واحد حسب الدومين تبعه حيلاقي اذا بروح يعمل مقابلات حينسال نفس الاسئله تقريبا، لانه يعني على سبيل المثال اكاونتنت، في حدا عندكم هون درس اكاونتنج؟ اغلبهم انجينيرنج. اوكي، كان مثلا السؤال الاول صحيح. طيب نفترض انجينيرنج، وهون السؤال اللي انا ممكن اساله الانجينيرنج كبيهيفيرال كويستشن. اذا افترضنا انت حطيت العمود وحطيت فيه حداير وكل شيء، وبعد فتره بين انه الحسابات تبع الحديد غلط، وبعد البنيه طبعا ما انسكنت، كيف تتصرف؟ انا عم بنقلكم بالضبط كيف بيسالوا الاشياء. اوكي انا عم جاوب يعني؟ لا لا انا عم جاوب. بس عم بسالك كيف ممكن انسال؟ كيف بتتصرف؟ بلش بالانترفيو. لا انا ما بلش بالانترفيو، انا عم بنقلكم الفيلينغ تبع الانترفيو حتى انتم تكونوا اكثر متوقعين نوعيه الاسئله اللي بتجي. وهون انتم قد ما تكونوا محضرين قبل قد ما تكونوا هيدا بالنسبه للبيهيفيرال انترفيو. بالنسبه للاسئله الثانيه ممكن تنسال كمان، حاعطي بعض الامثله السريعه، وهيدي يعني موضوع طويل ما بيخلص ب 10 دقائق وربع ساعه، لكن حاعطي امثله سريعه. بيسالكم سؤالين الاتش ار على طول، او ثلاث اسئله بيسالكم الاتش ار على طول يعني. ولانه الاتش ار احنا بنعرف بعض. اول سؤال، شو نقاط قوه عندك؟ شو برايكم لازم نجاوب؟ حسب الجوب ديسكربشن. بالضبط حسب الجوب ديسكربشن. انا ما بيهمني احط السكيلز اللي انا عندي هن، بيهمني احط السكيلز اللي موجودين عندي. طبعا ما فيني مش لازم كذب، بس يكونوا مرتبطين بالوظيفه اللي عم اقدم عليها. يعني اذا انا اكاونتنت لازم يكون اكوريت، لازم يكون اون تايم كاكاونت على سبيل المثال، كانجينير لازم يكون كريتيف، لازم يكون عنده كمان اثكس معينه. فنحن بننبش على هدول الشغلات اللي مرتبطه بالبوزيشن اللي عم اقدم عليها. السؤال بعكسه، شو نقاط الضعف اللي عندك؟ وهيدا الاصعب من الاولاني. ما في شيء. اذا قلت له ما في شيء، هيدي حتعمل باد انفلونس عند الاتش ار. ما في حدا ما عنده. فمين هيك عنده فكره كيف شو ممكن نعمل؟ السي في كلها ما فيها، الانترفيو كلها ما فيها بيرسونال، يعني ما بحكي انه والله انا متجوز وعندي اولاد وساكن مش عارف وين وعندي جنينه يضرب فيها الجاز، لا لازم اقول له اشياء ما بتهمه. ايه لازم احكي شغلات بس بروفيشنال. بس هي ما بتهمه كجوب اللي انا بقدم عليه. صحيح، لازم احكي شغلات بالضبط، برافو عليك، فيها جزء من المنطق، انه حاول ضويله عن نقاط ضعف بس ما بتاثر على ادائي بالعمل، برافو عليك. غير هيك يعني مثلا اذا كان نفترض انه مثلا اذا شخص بيكي مثلا بالشغل، بحول هيدي البيكي لشيء بوزيتيف بالشغل. خليني اعطيكم الجواب الافضل بنرجع نحكي لها. افضل شيء نحن نضوي على نقطة قوة بعتبرها نقطة ضعف، بس هي نقطة قوة 100%. وهون انا بلعب على الكلام، بمعنى اذا كنت انا ادمنستريتور بشتغل سكرتري عند مدير، بشتغل يعني بتشتغل طبعا السكرتري اللي بتشتغل كثير تاسكس، فشو ممكن انا اعبر عنها؟ بقول انا عندي نقطه ضعف، انه انا اي ملف بيطلع قدامي بحب اشتغل فيه، اي موظف بيجي لعندي بحب ساعده. هلا طيب، هلا كلمه قلبك طيب هذه مش مناسبه كثير بس بتوظف بتعطل عليك. لا بس هو بيفهم من هيدا نقطه الضعف اللي انت مقيمها الضعف، انه انت مالتي تاسكر. وطبعا لازم تنهي الموضوع انه انا عارف انه عندي هاي نقطه الضعف وعم بشتغل لظبط اموري، بس هو بتكون انت ما ضبطت حالك. اهم شيء اذا قلت له نقطه ضعف عندك اياها مرتبطه بالكور سكيلز اللي هم مطلوبين، انت ضربت حالك. فيا بنحكي عن نقاط ضعف ما بتاذينا نحن بالمقابله، بمعنى نقاط ضعف مش مرتبطه بالاساسيات بنعترف فيها، او بنحاول نقلب نقاط الضعف لنقاط قوه مثل المثل اللي حكيناه. السؤال الثالث ممكن يسأل كثير، معلش انا خرجت شوي عن السلايد ونفتحها هيك نقاش يمكن بشكل واي وي شوت. ليش بدنا نوصفها؟ هي مي هلا ليش بدنا نوصفها؟
يعني هذا سؤال بيسألوه كثير الاتش ار. زيد قيمه للشركه لانه السكيلز اللي عندي انه ريكوايرد صحيح. يعني بتصور نعم انا سكيل للشركه. صحيح هيدا السؤال يعني اللي عم بتجاوبوه كلكم صراحه كثير ممتاز. هلا اذا كان الاتش ار مزوحه ممكن تحكي هيك، بس انتبه في اتش اريه ما بيتقبلوا المزح، فخليك انت جوا، انت مش قاعد انت ورفقاتك، خليك بروفيشنال وخليك يعني بالفورم. في نقطه فينا نعملها هون، يعني في موضوع ليش بدنا نوصل، فينا نحن نحضر بعض الافكار طبعا غير اللي فضلتوا قلتوهم، انه انا السكيلز تبعولي هو فت للجوب اللي انتم عارضينه وانا بقدر اقدم شيء وبقدر اعمل شيء. فينا نحضر مجموعه من الافكار ممكن نطرحها في بدايه عملي بالشغل. والله انا عندي فكره، والله انه اذا افترضنا انا انجينير عندي فكره، والله ما بعرف مصور سيستم معين بيستخدموه المهندسين، يمكن نفوت على شركه انت بعد ما بيرسموا على الورق والقلم على سبيل المثال، طبعا ما حصل انت معش انه احنا نتقدم ونطلع على الاوتوكاد او نطلع على 3 دي ماكس، او اذا كانت شركه تطوير عقاري انا عندي فكره والله انه نعمل مجسمات للمشاريع بيساعدنا على التسويق وهدول الشغلات. فبتحاول الواحد كمان يحضر بعض الافكار ممكن يطرحها ببدايه عمل. بتحاولي تعملي ريسيرش طبعا اذا حصلتي على معلومات، اذا ما حصلتي على معلومات تركزي اكثر على اللي تفضلوا فيه زملائك، انه انا سكيلز تبعولي هن فت لهيدي البوزيشن وقادر يعني اخدمكم بكذا وكذا وكذا. مره سالت انا انه عن باك جراوند ثاني، شو بيكون الهدف من وراها؟ شو بدي اقول؟ هلا هون بدك تعرفي انت شو الهدف من السؤال. اذا هي مش بريكتان، هي لورك فاز ريكوردز او شيء الكريمه ذكرت. لا هي مثل محصل بوزيشن. شو بوزيشن بدك تعرفي انت هون؟ يعني الاتش ار شخص منه دايركت، الاتش ار بيحصل على المعلومه مورقه، يعني بيحصل على المعلومة بأسئلة بيلتف حول اللي يحصل على المعلومة هون. إذا كان هو ما بعرف يضيع وقت بركي بركي كرمال يعرف طريقة الرد على هيك سؤال، إنه إذا برت الفكرة أو نوع أو كلتشر العائلة. صراحة هذه من الأسئلة القليلة ما تتسأل بكل الحالات، يعني وعلى الاتش ار اليوم إذا بيسأل هيك سؤال بيكون في غاية من وراها بدها تنعرف شو هي. بيعتبروا لبنان بلد مسلم وهيك، فمن ورا هالشغله انا سالت حسب ما فهمت. صحيح امرار بيكون هو عنده بريفرنس بس ما بده يقوله، يعني على سبيل المثال معلش نحكي الامور بصراحه بده مثلا واحد من طائفه معينه لانه الطائفه الثانيه ما بتطلع فيز على بلد معين مثلا، انا عم بعطي مثلا. فامرار بيسال بعض الاسئله اللي يحصل على هذه المعلومه، والله انت وين ساكن؟ أي ضيعة وين ضيعة؟ هو ما راح يسأل هذا السؤال كمبدأ، لكن عم بحاول يحصل على معلومة ليعرف يعني شيء معين بس من دون ما يسأل بشكل مباشر. طيب نحن حنمشي بسلايد سريعا ونترك بعض الأسئلة بعدين للأخير إن شاء الله. بنهاية الانترفيو حيجي الأشخاص يسألكم عندكم أسئلة. ضروري تسألوا، مش انه تقول انا ما عندي اسئله كل شيء واضح، لا ضروري تسألوا حتى يفهم انه هو انتم عن جد جديين بهيدي البوزيشن وعم بتخططوا لتبقوا بهذا الشغل ومصرين عليها. يعني شو ممكن نسأل مثلا بنهايه الانترفيو؟ شو رايكم؟ عن جو الشركه، عن الكالتشر تبع الشركه. تفضل. الفيوتشر جوز تاع الشركه شو بلان تصير لبعدين؟ صحيح الفيوتشر جولز تبع الشركه، مثلا اي شيء له علاقه بالشركه. شو دوامات العمل وساعات العمل؟ لا دوامات العمل والسالري ما بتسال عنه بالبدايه، دوامات كل شيء بنفتس الافضل ما تسال عنها باول انترفيو. صحيح فيك تسال الشخص اللي قبلي ليش فعل، انه شو السبب اذا كانت البوزيشن في شخص وكيل منا، شو السبب اللي خلى الشخص الماضي يفشل بهيدا البوزيشن؟ هيدا السؤال كثير ذكي.
ضروري نكون نعرف نتفلو ونعرف بوزيشن تبعو. عم قصدي ما في ممكن تعرفهم كلها. إذا سألنا إنه شو هي تاسكس بالضبط اللي نحن عم نقدمها للشركة، يعني نحن عرفنا جوب أوفر كل شيء، بس ما كان واضح مثلاً ما كان واضحين التاسكس تبعنا. فبنسأل هذا الشيء اسمه صحيح. فيك تسألي أكثر شو الكي بي آيز المطلوبة من الشخص اللي حيعبي هيدا البوزيشن بالفترة أول ست أشهر؟ شرحلي شو المطلوب من هيدا الشخص يقدم خيار أول ست أشهر؟ فهيدي الأسئلة اللي بتعطي نوع من الجدية أكيد. موضوع السالري والبنفتس بنتركهم مش لأول مقابلة، يفضل مش أول مقابلة نحكي فيها إلا إذا هو حكى. بسيط. يوشوالي هن يلي بيقولوا لك عن السالري والورك تايم وكذا، مش إنه أنا بسأل. هل بتكوني قطعتي بنفس الخطر؟ هلا الأمرار بيكون في انترفيو اسسمنت وانترفيو تاني وانترفيو تالت حسب كل شركة. أمرار من انترفيو واحد بيقول لك قبلتي وبمشي. يعني كل شركة عندها نظام مختلف عن الثاني، بس اللي فيني اقول لك اياه انه لو انت خلصتي من المقابله فليتي في دال فيك تعمل نيجوشيشن لموضوع السالري والبنفيتس. هلا هو تجيك الاوفر انت فيك تعمل عليه كومنتس، فيك تطلبي مثلا تعديلات معينه يعني. بس مش بروفيشنال انه انا من اول يوم او حسبتكم من اول المقابله بسرعه انتم شو بدي اسال بهالموضوع. ما انا بروفيشنال، لانه لازم يفهم الاتش ار انه انا جاي لان بحب هيدي الوظيفه، لاقي حالي فيها ككارير وايز مش على يد المصاري. اذا هو فهم الاتش ار انه انا جاي بس على يد المصاري، هيعلق بذهنه للاتش ار انه هذا ما حيضاين عليه كثير، وحيجي يقعد شهرين ثلاثه وحيفل يلاقي شيء احسن، وحارجع اعلق بنفس الدوامه اللي انا الاتش ار بيتعانوا منها اللي هي الريتنشن، ورجع اعلان على وظيفه واعمل مقابله وجيب شخص وعلمه، وليصير هو اذا بدكم كومبتنت بده شهرين ثلاثه ليبلش. فاذا حس الاتش ار انه الموظف جاي بس مشان موضوع السالري فقط، هياخذ انطباع سيء انه هذا جاي بيقعد شهرين عند ثلاثه بيجي اوفر ثاني يمكن برا او بشركه ثانيه بيعمل حاله بفل. هذا شيء ابدا منه، خصوصا كوننا نحن فريش جراديويت. صح، فريش هو حتى سينيور نفس تنطبق على كل هاي. بس عندي سؤال، كيف بقدر اعرف انه الاتش ار انه في قبول مبدئي؟ اوكي، هيدا النقاط اللي بدنا نحكيها. طيب سؤال جيد، حنقرب عليه اكثر. كيف بنعرف بنهايه الانترفيو كيف كانت الانطباع؟ ما حنحكي النتيجه، انطباع. بيسالك اذا انت افيلبل لانترفيو ثاني، انت بتناسبك في حال بس هو ممكن يسأل. بلا ممكن يسأل. أول شغلة نحن بننطلق بالانترفيو من تعريف مثل ما حكينا بأول سؤال، كيف بتعرف نفسك؟ Please introduce yourself، عرفني عن نفسك. بعدها إذا لقيته الاتش ار عم يدخل بالتفاصيل، معناها هو اهتم من أول جواب وحيستمر معكم بالمقابلة. إذا قعد معكم مقابلة ربع ساعة طل ساعة ونص ساعة، معناها هو مهتم. إذا بعد تعريف عن نفسكم سألكم سؤالين بسيطين وقال لكم نحن عم نقابل غيركم حنخلص الانترفيوز ومعطيكم فيدباك، معناها مش مهتم. إذا سألكم أنتم أمتين قادرين تبلشوا الوظيفة؟ يعني أنت أمتين قادر تبلش إذا أنا قابلتك؟ أنت أمتين قادرين تبلش إذا أنت إذا بشركة ثانية؟ قديش من نوتس بيريد؟ هيدي مؤشرات إيجابية. إذا سألكم عن السالري كمان هيدي مؤشرات إيجابية. تمام هي اما اذا اختصر المقابله وقال لك نحن هلا عم نعمل اول راوند من الانترفيو، حنشوف النهايه 7 8 بس عم نشوف. وقت المقابله مش دائما شرط، يعني انه اذا مثلا انا كنت بعتبر المقابله معي 15 دقيقه ومع غيري اخذت ساعه، مش شرط انه يلي اخذت معه ساعه هو رح ينقبل. مش شرط، لكن معناها الاتش ار اهتم تغوص معه اكثر بالديتيلز. يعني ومثل السي في، مثل ما حكيت ليال بموضوع السي في، الاتش ار وقته يعني ضيق، بيضطر يشوف مثلا 20 سي في او 30 سي في بفتره 10 دقائق. فالسي في اللي بيجذبه حيعطيه وقت، السي في اللي من الاول السمري او في مشاكل مبينه بالسمري مش ضابط، حيعمل له دروب دغري وينتقل للسي في اللي وراه. فالاتش ار هيك بيشتغل، بيحاول يحصل على الكي ووردز، على المعلومات اللي بده اياهم، يلاقي اذا هذا الشخص عنده بوتنشل حتى يغوص معه بالديتيلز. اذا ما لقاهم من الاول هيأثر الانترفيو، ما حيضيع وقت. وعلى الطريقه المصريه بيقول ما فيش اي مشكله نحن نتشكرك، فخلص بيسكر المقابله وما بيكون تقريبا عمل اكثر من 5 دقائق. هذه من المؤشرات طبعا اللي بتاثر. طيب
كيف واحد ممكن يعمل هيك تقييم لأدائه بالانترفيو؟ حسب الرياكشنز تبع الانترفيو. صحيح، هيدي من الشغلات المهمة. أنت بتشوف الـ HR بوجهك، هل هو عن جد عم ينصت لك أو مشغول بالتليفون؟ أو كمان على السريع خلص، على السريع. نعم، البادي لانجويج اللي هو الـ HR يعني بيعرفهم فيهم، بيعرف كثير منيح فيهم. كمان مشغلات ممكن تأثر. وبنفس الوقت إذا في زملاء تعرفهم داخل الشركة ممكن تسألهم إنه كيف كان انطباعه عن هذا الانترفيو، لأنه واحد بيتعلم. يعني مش أول مقابلة حيعملها الواحد حياخد بوزيشن، لازم يقيم نفسه حتى يطور حاله المرات الجاية. أنا هون كنت منيح بأول سؤال، بس بالبيهيفيرال كويستشنز ممكن غلطت، أعطيته انطباع غلط في الموضوع السري حتى بعدين صلح للمقابلات الجاية. الواحد يلاقي بوزيشن عادة ما بيلاقيها من أول انترفيو. يعني بعد ما نخلص أهم شيء نتشكره. شكرا على الانترفيو، على وقتك، وان شاء الله نتمنى نشوفك مره ثانيه. بس بطلع ايميل يعني ممكن حتى نبعث له على الواتساب او على الايميل هيك ثانك يو لتر، مع انه صراحه يعني انا تعلمت اليوم ثانك يو بالانترفيو، برجع على الواتساب ثانك يو. مش هيك بتصير مثل برجع بقول لك انا ولا مره عملتها دسبرت. انا ولا مره عملتها، بس تيجي تعملي معه فولو اب. يعني تبعتي له ثانك يو هلا دغري، انت بتعطيه قبل ما تفل بشكرك على وقتك، شكرا لكم، شكرا على الفرصه اللي اعطيتونا اياها. بس فيكي بعد اسمه تبعتي له فولو اب انه يا ريت تعطيني ابديت اكثر. يعني هي فتره لحتى ناخذ وين صار؟ نعمل فولو اب. شوف كل ما يكون البوزيشن سينيور كل ما بيكون السايكل تبع التوظيف اطول. كل ما يكون البوزيشن فريش كل ما يكون السايكل تبع التوظيف اقصر. يعني في بعض الوظائف بيكون السايكل تبع التوظيف بيصل لست اشهر للسينيورز، اما بالفريش ما مفروض يزيد عن 15 يوم. لانه بالسينيور يمكن بيعتبروا اي، بس هي هيك بالسينيور. بس ليش؟ فريش الدرس 15 يوم من شهر مثلا. لانه بيعتبروا انه مثلا اكيد واحد قاعد بالبلد زيه لانه سينيور. صحيح. كان ضحك الفريش بيجوا المفروض انه 15 يوم المفروض يكون تاخذ انت فيدباك. اذا شركه بتحترم حالها المفروض تبعث لك فيدباك، اذا لا فيك تعمل فولو اب. بس بشكل عام اذا 15 يوم ما اخذ جواب معناها على الاقل. بعض الاخطاء اللي كنا نعملهم طبعا شو لازم نلبس حسب نوع البوزيشن. اذا مهندس ما ضل روحه بدلي صراحه. بس طبعا شيء يروح بشيء رياضه يعني جينز مخزق وخطوط. لا ممكن نروح بالتيشيرت المرتبة ما فيها كثير الوان عليها، تكون كاجوال سبور شيك ما في مشكلة. يعني هلا إذا كان دكتور جامعة مثلا لا لازم نروح بدري بعد سموك أو شيء بانكي. صحيح، لأنه هن بيعتمدوا بهيدا الاندستري. بس حتى إذا رحنا بدري ما في مشكلة، بس مانك مضطر. بالعكس أنا بفضل ما تروح بدري. مانا قد الفال. بس اذا كنت موظف بنك مثل ما حكى زميلك لا اكيد، لانه هم بفضلوا يشوفوا الواحد بفورمال. اذا كنت شخص فورمال مثلا ممكن تروح بثياب شغل بس نظاف. اذا كنت نجار ممكن تروح بثياب النجار. اذا كنت طبيب ممكن تروح بثياب اذا كنت نيرس ممكن تروح بثياب النيرس، لكن مو اكيد نظاف لانه جاي من وراء عمليه وكذا. فبموضوع الثياب يعني اظن الفكره واضحه. طيب هلا اكيد وقت كان في بانداميك كنا نلبس ماسك، هلا خلص ما عادش في بانداميك ان شاء الله ما عادش ترجع. هلا اللي عنده شعر مش مثلي يمشطهم اكيد ومي هيدا انتو اظن يا ريت بند قادر فعلا هيدي بترجع. طيب اكيد ما لازم نوصل متاخرين على الشغل بيعطي انطباع سيء. صار حادث شوي بدك تعتذر منه ووضحه خلص. اذا كان مثلا بس حاسس ممكن هذا الشيء يفتحهم اكثر. اوكي كمان ما توصل كثير بكير ولا نوصل بس قبل 10 دقائق تفضل. لا اذا صار مثلا في عجله او صار في دلايل من نص ساعه انه صار في عجله هذا بلدي ما تلغي ما بوصل ما خير. تبعت نوتس من الطريق على الايميل او على التليفون اللي انت اجاك من الواحد انه انا متاخر لاسباب طارئه. ما تنتظر لتوصل على المكتب تعال تخبر وتخبر،
بنقدر يعطي بروفيشنال بعطيه سبب معين ما فيك تتاخر الى سبب لا مش نتصور لانه نحن بس كي بروفيشنال تبين لا انه لازم يتعمل بالثقه يعني فانت لا انا متاخر الوضع صار حادث والله على نفع المطار وانا جاي افرض منك اذا وصل ابكر بنص ساعه بدل ما لك لفتين حول المكتب ما بعرف اذا في هيك كيوسك تشتري منه نسكافيه وبترجع بتفوت 14 دقيقة او 15 دقيقة بس انا اذا وصلت بكير كثير كمان بتعطي انطباع مش كبير بس نظر اكيد ما نفتح التليفون نعمل له سايلنس حتى الواتساب ما نرد عليه حتى بالريسبشن روم اذا شفنا انه في كاميرات او في ناس عم بتشوفنا من أول ما نفوت نعم صحيح أفضل من أحسن تنزل بالسيارة على فكرة نحن وقت كنا نعمل مقابلات لل customer service وللflight attendants كانوا يصوروهم بال reception room ويطوروا عليهم أصلاً ويشوفوا كيف البادي لانجوج تبعهم وهذا الشيء ممكن يكون صحيح في بعض الشركات مو في كاميرا عم بشوف الكانديدتس وحدة مثلا قرفانة وحدة مش عارف شو لا اما في وحدة قاعدة ناطرة بروفيشنال ما عندها مشكلة يعني. اهم شغلة ما نحكي عن شركاتنا السابقة انهم سيئين وعاطلين وكانوا متحطتين علي او كانوا والله عندهم بريفرنس لحدا معين لو كان هذا الشيء صحيح ما نحكي عنه لانه هذا الشيء بقول لك حيعمل فيه مثل ما عمل ب الامبلوير اللي قبل طبعا سألوني شو بقول لهم يعني كان شوي صعب رف تايم اذا سألوك ليش انت تركت الاقتصاد؟ هذا سؤال كثير بينسأل هلا اي سبب منطقي فينا نطرحه انه والله انا تركت شغلي لانه عم نبش على شغل فيني بكفي المصدر تبعي بعد الدوام مثلا هذا سؤال كثير منطقي او انا عم حاول نبش على على مكان تتطور فيه اكثر نمي مهاراتي اكثر بس ما تحكي بالبعد عن الشركه السابقه لو كانت موجوده لانه هذا الشيء ممكن يعمل انطباع سيء عند الـ HR بحكي على هذا الكلام كمان له سيئاته بفكر انه انا طب اذا اشتغل عندي كمان ما استفاد بدك تعطيه ريزن له علاقه بالكارير طبعا يعني انا والله اشتغلت على سبيل المثال اشتغلت داتا انتري بسوبر ماركت اشتغلت 3 سنين داتا انتري ما عم بتطور انا لا انا بدي اتطور انا بدي اروح اشتغل اكاونتنج بدي اتعلم اكاونتنج اتعلم الليدجر والقيود المحاسبيه وطور نفسي اذا جربته بهي الطريقه ما في مشكله بس اذا قلت له والله انا زهقت كنت عم اشتغل والله اكاونتنج زهقت بدي اطلع ادمن اكيد هذا بيعطي انطباع سلبي بدك تربطها بتطوير ذاتك ككارير تبعك وهذا الشيء هو الاتش ار لازم يحترف في اسئله ونكمل اوكي نحكينا بدنا نسال اسئله بالاخير وقت سالنا اشار عندكم اسئله ما بقولوا يعطيك العافيه وبمشي لا لازم نسالوا كم سؤال قد ما فينا نختصر كلام عن الامور العائليه والامور اللي علاقه بالامور الشخصيه هلا وما نحكي اذا واحد عنده ازمه طبيه